مشاهدينا المزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ بلال شعيب الخبير الاقتصادي. تحية لك أستاذ بلال. أهلا بحضرتك. إذن يعني صرح كبير في القطاع السياحي بالتأكيد يقصد منه زيادة الناتج المحلي وتعظيم قطاع السياحة بشكل عام في مصر، وأيضا فائدة مباشرة على الاقتصاد المصري. يعني رؤية حضرتك لمثل هذا المشروع الضخم؟ بالتأكيد المشروع ده هو يأتي في إطار رؤية الدولة لجذب استثمار سواء كان محلي أو حتى استثمار أجنبي. ده من جانب. من جانب تاني اهتمام الدولة بالقطاع السياحي، خاصة ان احنا لدينا موارد سياحية، الموقع الجغرافي، المناخ المعتدل بالنسبة لكثير من دول العالم. فبالتالي في إطار ده الدولة اشتغلت على تطوير الساحل الشمالي بشكل عام والساحل الشمالي الغربي بشكل خاص في إطار اعتدال المناخ والشواطئ، ودي ميزة طبيعية يعني موجودة في الدولة المصرية. وبالتالي كانت البداية رأس الحكمة. النهاردة بنشوف المشروع، النهاردة الساوث ميد ده مشروع يأتي في إطار اهتمام الدولة بملف القطاع السياحي، خاصة أن إيرادات مصر من السياحة حوالي 13.5 مليار دولار، الدولة لديها مستهدف للوصول إلى 50 مليار دولار. في إطار ده بدأت تشتغل بالشراكة مع القطاع الخاص، وده دور مهم في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة اللي الدولة ملتزمة بيها. حاليا القطاع الخاص دلوقتي بيتراوح من 28-30% مساهمته في الحياة الاقتصادية. الدولة تستهدف مبدئيا نصل إلى 40% مساهمة القطاع الخاص في القطاع الاقتصادي بحلول سنة أو أقل من سنة. بعد سنة إن شاء الله هنصل إلى أكثر من 65% كمشاركة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية. في إطار ده الدولة بتشتغل على الملف ده سواء كان مع جذب استثمار أجنبي زي ما حدث في رأس الحكمة، أو استثمار محلي مع مستثمرين محليين. وبالتالي ده بيعود على القطاعات الاقتصادية وعلى الحالة الاقتصادية بشكل عام ببعض الفوائد الكبيرة جدا، منها إن أنا بعظم إيراداتنا السياحية، برفع الناتج المحلي الإجمالي، بزود الاستثمارات، وبالتالي بتزيد نسبة مساهمة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية. بالتأكيد بيكون ليه على آثار على خزينة الدولة وعلى إيرادات الدولة من خلال زيادة حصيلة الضرائب. من جانب ثاني ان القطاع ده مهم جدا، القطاع السياحي، انه بيرتبط باكثر من 80 صناعه، من 80 ل 100 صناعه، وبالتالي لما بشغل القطاع السياحي بيشتغل مع عدد كثير من قطاعات في المنشاه الاقتصاديه الاخرى. فبالتالي بيؤدي الى تخفيض معدلات البطاله. بالمناسبه احنا نجحنا في ملف البطاله ده بشكل كبير جدا. لما بنشوف في 2013 كان معدل البطاله في مصر 13%، النهارده معدل البطاله 6.5%. فالدوله مش بس انها عايزه تحافظ على المعدل ده، لا ده عايزه النزول بيه كمان لاقل من 6.5%. فبالتالي اعتقد ان وهو ما تقوم به المشروعات القوميه الكبرى الجديده. نعم بالتاكيد. وبالتالي النهارده لما بنشوف ان تكلفه فرصه العمل 450,000 جنيه، يعني تكلفه فرصه عمل واحده، ما بالك احنا النهارده بنوفر حوالي 1.6 مليون فرصه عمل وفقا للبيانات المنشوره، خاصه في ظل حجم الاستثمار الكبير اللي بيتراوح تريليون جنيه بما يعادل حوالي 21 مليار دولار. فبالتالي انا شايف ان ده هيكون ليه انعكاس ومردود ايجابي كبير جدا على الاقتصاد المصري، خاصة ان احنا بنشتغل على ملف مهم جدا هو احد ملفات النقد الاجنبي من السياحة، احد اهم مصادر النقد الاجنبي المصري، وتساهم بشكل كبير جدا في تعزيز الاحتياطي للنقد الاجنبي والقضاء الى الابد على مشكلة نقص السيولة الدولارية اللي كانت ملازمانا في السنوات السابقة. نعم، أعود مرة أخرى أستاذ بلال يعني ملف السياحة في الأساس وهو الهدف الأساسي من مثل هذه المشروعات. بالتأكيد على مدار سنوات عديدة الساحل الشمالي كان يعني فقط وجهة للمصايف للأجازات يعني بنسبة كبيرة كسياحة داخلية. كيف ترى يعني إعادة الرؤية لمثل هذه المنطقة التي تتمتع بمزايا عالمية وجغرافية أيضا تنافس الشواطئ العالمية وأيضا المنتجعات المختلفة والتي لها يعني تاريخ من السياحة لدى يعني يستقطب منها أنحاء العالم يتم السفر إليها؟ نتكلم عن إيطاليا، نتكلم على أسبانيا، العديد من الدول التي تتمتع في الحقيقة بهذه السياحة الشاطئية المميزة، والآن مصر تنافس طبعا بطبيعة المزايا الخاصة بالجغرافيا والموقع والمناخ وغيرها من الأماكن التي في الحقيقة كان يجب أن نعيد النظر إلى هذه المنطقة لتعظيم الاستفادة منها، وليست فقط أن تكون وجهة سياحية داخلية أو حتى مجرد يعني شواطئ صغيرة، وإنما إحنا يعني تابعنا اليوم خلال المؤتمر الصحفي هذا المشروع الضخم وهذه المساحة الشاسعة التي أيضا يتم العمل والاستثمار فيها يعني أموال مختلفة. بالتأكيد تماما. نوعية السائح كمان اللي أشار عنها النهاردة المؤتمر الصحفي،
احد المعوقات اللي كانت موجوده في المنطقه دي ان كانت تعتمد على السياحه الداخليه فقط، والسياحه الداخليه زي ما حضرتك عارفه انها بتكون فتره موسميه في العام. النهارده المشروع ده قايم على ان انا اجذب عدد كبير جدا من السائحين خارج مصر من خلال بقى عده انظمه مبتكره العالم بيشتغل عليها كالتايم شير وغيره، وبالتالي بضمن وجود تدفق سياحي موجود للدوله المصريه، هيدخل هيشغل المطارات، هيشغل شركات السياحه، هيشغل الفنادق، فبالتالي بضمن مدى توافر دخل دولاري كبير جدا وتدفق دولاري. من جانب ثاني كمان نوعيه السائح، يعني في فتره من الفترات احنا كنا السياحه كانت بتشتغل على دول معينه، الدول دي ليست لديها القدره على الدفع، خصيصا ما بنتكلم بقى على السائح الاوكراني، السائح الروسي، النهارده بنتكلم على السائح الالماني، السائح الايطالي، السائح الفرنسي، فبالتالي بتروحي الدول اغنى بشكل اكبر لديها قدره على الدفع، فبالتالي بينزل بيشتري، بيعمل عمليه شوبينج، بيشتري حاجات، فبالتالي انا بشجع هنا التجاره مع الصناعه مع بالتاكيد، فبالتالي الحصيله الدولاريه اللي جايه لي بتزيد، وبضمن كمان استدامه الحصيله دي لمده كبيره جدا خلال طوال العام وليس عدد شهور معينه، وبالتالي هناك كانت موسميه النهارده انا بقضي عليها من خلال يكون الساحل الشمالي شغال طول السنه، وده بيضمن تدفق عدد اكبر من السائحين، وبالتالي بيزداد بقى الحصيله الدولاريه اللي داخله البلد. من جانب ثاني حصيله الضرائب بتزيد، من جانب اخر بقى بضمن فرص عمل دايمه طوال العام وليست فرص عمل موسميه. صحيح، واعاده يعني وضع مصر في مركز جديد على خريطه السياحه العالميه، نعم. ولكن الان الدوله المصريه يعني الان في السياحه الداخليه، وايضا نتحدث عن الاستثمار المحلي، الان امامه ايضا منافسه جديده، كيف يطور من نفسه من اجل ان يكون على مستوى المنافسه مع هذه المشروعات الكبرى؟ بالتاكيد التنوع في الاستثمار مهم جدا، ما يبقى عندي مستثمر اجنبي بيجي لي وعندي المستثمر المحلي كمان بيشتغل، فانا هضمن ان انا عدم الوقوع في فخ ان انا احتكار مع استثمار بعينه، لا انا هنا بشتغل على الاستثمار بشكل كامل، ملف الاستثمار المحلي مع القطاع مع الاجنبي يكون في بينهم منافسه، ويكون كمان الاستثمار الحكومي مع الاستثمار القطاع الخاص، وبالتالي انا هنا بحقق عده مزايا. اول حاجه بضمن المنافسه، يبقى الدوله هنا بتشتغل على المستثمر اللي يقدر يحقق الرؤيه الاقتصاديه للدوله، وبينعكس ده على الاداء الاقتصادي للحكومه وعلى المؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل كبير. ده من جانب، من جانب ثاني ان المنافسه حتى ما بين القطاعين العام والخاص والاستثمار الاجنبي الخارجي، ده بينعكس كمان على حجم الطلب على العماله المحليه الوطنيه اللي بتكون عندي، وبالتالي انا اعتقد المكاسب كبيره جدا من مثل هذه المشروعات. نعم. بشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ بلال شعيب الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.